هل أزمة سد النهضة دي أزمة مفتعلة لاكتساب انتخابات أثيوبيا؟ هي أزمة مفتعلة. ليه؟ لأن أولا أثيوبيا مش هتستفاد من سد النهضة، ولو كانت استفادت كانت استفادت من الشدود اللي قبل كده. أيوة. طب هي مالت 5 مليار، 5 مليار دول يشغلوا 3 تربونات او 4 تربونات، ما ولدتش كهرباء منه ليه؟ فهي ازمه مفتعله. وتاني حاجه هي بتقول ان انا هزرع، هستخدم المياه في الزراعه. اولا ارض اثيوبيا كلها صخور، ارض صخريه مش زراعيه، مش زراعيه. فده طبعا دي بالنسبه لي دي ازمه سياسيه مفتعله. واللي هو رئيس الوزراء بتاعها عايز ينجح باي شكل ان شاء الله على جثث طبعا دولته. ده طبعا ده اسلوب مش سياسي ولا احترافي ولا يعني ولا بشري. اكيد طبعا تحس انه مبرم حرب. ما اقدرش اقول كده لان ده نخليه في وقته.